السلام عليكم. من بعد مباراة مدغشقر، الإعلام بكله بحذافيره بدون استثناء لا تسمع أنه المنتخب تأهل لكأس إفريقيا، لا تسمع أنه صاحب الهدف الأول حمزة رفيعة، صاحب الهدف الثاني سيف الطيف، ولا صاحب الهدف الثالث اللي تسجل فيه آخر دقائق المقابلة علي العابدي. ما تسمع فقط أمان الله مميش، أمان الله مميش. ثم اللي يأيد أمان الله ويقول لك عادي جدا، ولا أنا بطبيعة نحكيه على الخطأ، وثم اللي يقول لك أمان الله ما عادش يستحق مكان، لكن أمان الله مميش ولا غيره متواجد في جميع البلاتوات. مش على خاطر أمان الله حارس ممتاز هذاك علاش يحكيه عليه، لا هو بطبيعة حارس ممتاز، لكن ما هوش السبب الرئيسي. السبب الرئيسي اللي خلى جميع البلاتوات تحكي على أمان الله على خاطره ينتمي لفريق اسمه الترجي الرياضي، وهذه حقيقة تقال. فريق كبير عنده قاعدة جماهيرية كبيرة، عنده قاعدة إعلامية كبيرة، يعني جاب العديد والعديد ونسبة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين يحبوا الترجي الرياضي التونسي كيف وكيف النادي الإفريقي، وهذه نقطة إيجابية بطبيعة ما هيش نقطة سلبية، وهذا السبب الرئيسي اللي خلى الناس الكل تحكي على أمان الله. تصور أنت مميش جاي مثلا يلعب في شبيبة العمران، تتصور باش تصير هالهالة الإعلامية هذه الكل؟ أكيد لا، أكيد لا، مش على خاطره يلعب في العمران، أكيد لا على خاطر ما همش باش يعيطولو من نصله. لذا أمان الله مميش تربطت هالهالة الإعلامية الكبيرة عليه لأنه ينتمي لفريق كبير اسمه الترجي الرياضي التونسي. احكينا على المنتخب التونسي، احكينا على الملعبية، خلينا توا نحكيه وش حكاه الإعلام على الملعبية وعلى المنتخب التونسي. البداية بطارق مميش والد أمان الله مميش اللي هبط التدوينة بعد المقابلة أو تقريبا بعد الخطأ اللي قام بيها أمان الله، وقال ولدي مسحور كما قاعدين نشوفه مع بعضنا. يا سي طارق يهديك ربي، راك ساعة لساعة تجي طبها تعميها سيب وطفل ولدنا الكل، راه متخافش عليه، متخافش عليه، بحول الله يرجع أمان الله مميش. ولهنا راني ما عم بالي بحتى حد، باش نكونوا واضحين، ما عم بالي بحتى حد. أمان الله مش البارح حارس ممتاز، اليوم حارس سيء. هو حتى طارق الغديري يحكي وقال أمان الله، وأمان الله متواجد ضمن الحراس اللي باش يكونوا أفضل حراس في القارة الإفريقية، مانيش نحكي على البطولة التونسية فقط، وأمان الله وأمان الله وأمان الله. يا ولدي راهنا كي نحكيوا على أمان الله نقولوا يلزموا يرتاح، مش على خاطره حارس بسيط، ما ينجمش يكون حارس بسيط هو أساسي في الترجي الرياضي ونكبش فيه الترجي الرياضي بالطريقة هذه. شبه الترجي الرياضي وإدارته ما كبشتش مع الدبشي كما تكبشت مع أمان الله مميش، الدبشي شبيه ما مشيش للمنتخب التونسي وأصبح حارس أول في المنتخب. أمان الله عنده إمكانيات محترمة، قادر باش يزيد يتطور أكثر، لكن المصلحته يلزمه يرتاح، يلزمه يرتاح باش كي يرجع فورمة كبيرة. هذا هو مش المشكلة متاع أمان الله حارس مرمى، ولا يعني طارق الغديري ما غير ما تقعد تأله في أمان الله وحارس ممتاز وكذا وكذا. الموضوع متاعنا أنه حارس مرمى يغلط كيف طارق مميش. يدي يهديك ربي، سايب ولدك خليه رو ما عادش صغير، خليها يعوم البحر، وما يهمنيش كل شيء، وما يهمنيش في اللي تقال الكل على أمان الله مميش. شخص واحد، رجل واحد بصراحة كلامه من نجم كان نقول بهتني، ولا من نجم كان نقول ضحكني، هو سمير السليمي. سمير السليمي اللي حكي على أمان الله وقال قيس اليعقوبي كنت نتمنى إنه ما يلعبوش. الناس الكل تمنيت إنه أمان الله ما يلعبش باش المنتخب التونسي يتأهل، لأنه قادر باش يغلط وغلط. لكن قال بعد ما لعبته ما عادش تخرجوا على خاطر باش تحطموا بالطريقة هذية، وقال حتى لو كان المنتخب التونسي ما يتأهلش المنتخب وما يتمسش أمان الله مميش. دبر على روحك خوي بيه، والحمد لله انك اعتزلت التدريب من أيام زمان، والحمد لله انك ماكش المدرب المنتخب التونسي، يعني أمان الله باش ما يتمسش المنتخب ما يتأهلش. الله الله، ملا كلام وملا صواب. وشكون قال لك انت لو كان أمان الله قعد، هو قصده يقعد وما يخرجش،
وحتى لو كان يقبل هدف آخر يتحمل فيه المسؤولية، وبالهدف هذاك المنتخب التونسي ما يتأهلش كأس أفريقيا وما يخرجش. هذا مقصود سميرة السليمي، يعني المنتخب التونسي ما يتأهلش كأس أفريقيا، المنتخب المغربي متأهل بطبيعته، المنتخب المصري، المنتخب الجزائري 2025 إن شاء الله كان خلتنا القدرة، جميع الجماهير تتفرج في المنتخبات متاع بلادها، وإحنا مش مشكل، أمان الله المهم ما يتمسش، والمنتخب ربي معاه يتأهل ولا ما يتأهلش. كون قلك أنت أصلاً انه لو يقعد امان الله ويتسبب في خطا والمنتخب ما يتاهلش، شكون قال لك انه هو ماهوش باش يتمس؟ ادي يهديك ربي. صحيح راهو قيس اليعقوبي بما انه نعاود نقولها مدرب فاشل هبطوا، لكن عمل حاجه ايجابيه وقت اللي خرجوا. تصور انت امان الله اليوم خرج والمنتخب التونسي تاهل الكاس افريقيا، اما خير ولا امان الله بما انه لعب العب يكمل المقابله للاخر ويتسبب في خطا اخر وبالخطا هذاك المنتخب التونسي ما يتاهلش لكاس افريقيا؟ يندرى الجماهير التونسيه باش تشفع له. ونعاود نقولوها مره اخرى، الفرجاني ساسي خير دليل، شفنا الفرجاني ساسي والكرة ولا ضربة الجزاء اللي ضيعها أمام المنتخب السنغالي، إلى يومنا هذا مهما عمل الفرجاني ساسي الجماهير التونسية ما شفعتلوش، لأنه راو وقتها المنتخب كان قادر باش يوصل للنهائي وممكن نفوزه باللقب. من بعدها الفرجاني ساسي ما ساهمش في لقب، ساهم أنه المنتخب التونسي يتحرم من لقب، لكن ما ساهمش انه المنتخب التونسي يفوز بكأس افريقيا. نفس الشيء تصور انت امان الله مميش اليوم يساهم بفضيحة كبيرة تصير على المنتخب وهو انه يقصى من كأس افريقيا، وبعد تقول لي ما يتمسش، مش ما يتمسش، وقتها تهز بمقص واثنين وثلاثة. لذا ساعة لساعة قبل ما تخرجوا كلمة ادرسوها مليح وعرفوا مليح فاش قاعدوا قاعدين تحكيوا، راه مش بالطريقه هذه تتهز ليت امان الله. الخطا الاول هو خطا الترجي الرياضي وقت اللي جابت له بشير بن سعيد، هذا الخطا الاول. الخطا الثاني انه اداره الترجي الرياضي مازالت مكبشه في امان الله مميش انه يكون الحارس الاول. انت ما مكبش فيه، راه حتى كي متلعبوش في مقابله ولا اثنين بما انك تراه الحارس الاول قاعد جدا ترجو حتى لو بشير بن سعيد يقدم مستوى كبير برشا، هو قاعد يقدم في مستويات كبيره مع الاتحاد المنستيري وجبته تعرف مستواه وخليته على دكه الاحتياط، يعني عادي جدا يشد مقابله ولا اثنين وتعاود ترجع امان الله مميش حتى لو بشير بن سعيد برز برز، لان كاداره ترجي رياضي مكبش فيه انه الحارس الاول وتراه انه الحارس الاول، اذا ما فيها باس لو كان يرتاح ويرجع الحارس. لكن نعاود نقولها مرة أخرى، يا سمير السليمي أعرف إيش تخرج من فمك، قال له المنتخب التونسي مش مشكل ما يتأهلش، المهم أمان الله مميش ما يتمسش. لا أخوي الباهي، أمان الله مميش، وإنتي وأنا وغيري وغيرك وحنا بعال وحمزة رفيع وسيف الطيف والعشوري، فلنذهب جميعنا وراء البحار والمنتخب التونسي يتأهل الكأس إفريقي. حلقتنا اليوم وفات، في ختام الحلقة كالعادة البيار المتبقى كبش يقولكم تحية تونس، تعيش تونس، كونها تونس، والسلام.